إلى واشنطن مباشرة دكتور أدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون. أهلا بك دكتور أدمون. الكثير يتحدث عن ويفرض أيضا في الحديث عن تحولات كبرى في الولايات المتحدة. حضرتك يعني متابع منذ عقود لسياسة الولايات المتحدة، وخصوصا في موضوع الشرق الأوسط والموضوع الفلسطيني. هل نحن أمام تحول أم نحن وراء عودة إلى ما قبل دونالد ترامب؟ فقط نقطة إلى السطر. تحياتي لك ولضيوفك الكرام. بدون شك أن هناك تحولات، هذه التحولات مهمة، تختلف إلى حد كبير عن التغييرات التي شهدتها السياسة الأمريكية، ربما مثلا في حرب 82 ودخول القوات الإسرائيلية وصولها إلى بيروت، عندما تبنى الرئيس ريغان في اللحظات الأخيرة على الرغم من دعمه القوي لإسرائيل مارس ضغوط قاسية على السياسة والسياسيين الإسرائيليين في ذلك الوقت. تحدثت تغييرات في مواقف مختلفة، ولكن أعتقد أن هذا التحول يختلف الآن عن التحولات التي شاهدناها، بحيث أنه أكثر شمولية، أكثر اتساعا، يشمل قوى وأصوات لم نكن نسمعها في السابق، ويعكس تغييرات أيضا موجودة على الساحة الأمريكية. بدون شك أن السياسات التي تبناها الرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بضم القدس، نقل السفارة، ضم الجولان، كل هذه الأمور أقلقت عدد من السياسيين الأمريكيين، من الدبلوماسيين و أيضا من الرأي العام. ولكن أعتقد أن هذه المرة أيضا تغيير التركيبة السكانية في الولايات المتحدة له دور. أحداث والمواجهات التي شهدتها حول حقوق المدنية للسود وحياة السود مهمة، هذه بل أثرت بصورة واضحة. أيضا موقف القوى أخرى جديدة على الساحة الأمريكية، مثل الأمريكيين من أصول لاتينية الذين أظهروا دعم بنسب كبيرة للفلسطينيين، وكذلك لأول مرة رأينا منظمة آسيوية أمريكية تمثل أكبر المنظمات الآسيوية الأمريكية تقول حياة الفلسطينيين مهمة مثل حياة الآسيويين، مثل حياة السود. هذه كلها جزء من هذه التغييرات، ولكن كما تعلم، كما يقال بالفرنسية، كان هناك تعبير يقال بلوس شانج بلوس لمام شوز، كلما تغيرت الأمور أحيانا كلما بقيت على حالها. الكثير سيعتمد على استمرارية هذه الأصوات، استمرارية هذه التحركات، وهذه تحتاج لأشياء كثيرة. ولكن هناك تغيير، كما قلت، هناك نسمع من السناتور ساندرز وهو زعيم التيار الديمقراطي التقدمي، في يقول بأن ممارسات نتنياهو هي عنصرية سلطوية ولا تتقبل الآخر، وبالتالي هذه الكلمات هي ربما أكثر تعبيرا من أصوات مجموعات أخرى. يحاول وقف، مع أنه لن ينجح، يحاول وقف بيع السلاح، صفقة السلاح الأخيرة ب 730 مليون دولار لإسرائيل، ولكن مجرد بروز هذه الأصوات على الساحة الأمريكية إشارات مهمة وتدل على بداية تغييرات وتحولات جذرية. طيب.